حبايبي صرت بالبيت، غيرت لبسي، محيت الحمراء اللي حاسسته اوفر، يعني انه اوفر للبيت، بس تلبس هيك للبيت. حاليا انا بالسياره لانه بدي اعمل كبانيه تركيه، وفي عندي نقص خس وفلفل احمر، فرايحه اجيبهم. حامل النوع اللي ما فيه لحم ني، سو حتى ما تستلموني انه رح تاكلوا لحم ني. لا انا ما باكل لحم ني بصراحه، كثير بحس غريب يعني واحد عم ياكل لحم ني انه لا شكرا، حتى طعمه مو طيب. يعني انا مره دقته، يعني جبرت حالي اني ادوقه وندمت، يعني هيك الطعم زفر، شايفين اللي طعم اللي الفريش مو نفس شامين الريحه، ريحه اللحم نفس الريحه نفس الطعم نفس الزفره والهيك، كثير كثير صراحه مو طيب. فبستغرب اللي بياكلوا لحم ني، يعني صراحه في ناس ياكلوا ني يعني لحاله بس لحم ني. مهم، مشان هيك انا بعمل التركيه. التركيه بيكون عاده ما فيها هي الاشياء. رايحه اجيب زيت اصلي، لانه اللي عندي في نوعين، في مكرر انا بستخدم المكرر للطبخ، وفي اللي هو الاصلي. الاصلي بستخدمه للسلطات، الاشياء اللي هيك لازم ينحط لها زيت زيتون اصلي. فيس شو كمان، بس عاجبني اكله بصراحه لاني مو جوعانه، وبنفس الوقت بدي اكل شيء. فهمتوا الكومبينيشن؟ انه مو جوعانه وبدي اكل شيء بنفس الوقت. فهي هيك بتسد الجوع الخفيف، لانه قعدت ساعه اقول افكر انه شو بدي اكل. باستا ما جاي على بالي، باستا من دائما بعمل باستا خاص مليت. بدي شيء غريب كان هيك يكون سريع غريب، هي الأكلة هي سريعة صراحة. already نقعت البرغل الأسمر الناعم بالبيت حاليا، فبس رايحة أجيب الغراض وأعمل أحط أشياء فوق بعض والعجنة. هي بس المتعب شوي العجن، لو عندي عجانة كان أكيد خلصت بخمس عشر دقايق، بس ما عندي عجانة. وصلت على السوبر ماركت، منيح تذكرت إنه أنا وميرا ما عندي حليب، لازم أجيب لهم حليب. عم بلاقي اوكي حبيبي، جبت كل الاشياء اللي محتاجتها. اوكي عم بلف هيك، عم بدور بلكي الاقي شيء، ما بعرف على شو عم بدور، بس يلا اذا لقيت شيء تاني هيك اشتري. بالليل يعني ما بحط لها كتير حليب، بس عم يصير بسبب مساك وهي الأشياء، بحط لها بس سكوب واحد وبكتر مي، بيكون هيك مثل خفيف يعني مثل كأنه مو حاط، بس لحتى هيك نفسيا أخليها تفكر إن أنا لسه عم بعطيها حليب ما منعتها منه. وصلت على البيت حبايبي، خلينا ننزل. ليش ما عم يشتغل هذا؟ سكر باب الجراج. هنزل ابلش باكلتي السريعة جدا، انتو تعاوا معي.
هاي يا عسل. تعي لهون شوفوا جيف شو عم بيعمل هون، ما بعرف شو جابه، ما بعرف. هاي آدم، آدم اختصاصه شو؟ المنظفات. بروح تحت المجلة بجيب منظفات وبجي حطهم هون. تعال هون شوفوا شاد شو عامله فيه. آدم ما بحبني أصوره. تعال يا بابا، تعال تعال شوي عود عن بابا. تعال ما شو بدي اعمل معه، ما في واحد بحب الواحد هرب. تعال انت عند بابا يا بابا، تعال تعال لعندي، تعال تعالي تعال يا عمو. قول لك يلا تعالي، تعال يلا يلا حطيها على راسك. الله طلعي فيني. واو شو الجمال. يلا وقفي اخذ لك صوره، يلا تعالي وقفي اخذ لك صوره. يلا يلا تعالي تعالي اخذ لك صوره بيكتشر. ميرا يلا سمايل، يلا برافو. يلا واحد اثنين ثلاثة. الله أجيان. يلا مرة تانية صح. شوفوا هبروح على المطبخ هبجيب المنظفات هبطلها هون. اليوم نلمهم 50 مرة من هون وما عم نلاقي حل الباب هذاك. بحطهم على الطاولة بعدين برجع بياخذوا من الطاولة بحطهم على الكنباية بجمعهم على الكنباية بعدين برجع من الكنباية برجع بحطهم على الطاولة. ما بعرف شو الفكرة بالموضوع. تعال شوفي جاب المنظفات كلهم لهون. شو جيتي من السوبر ماركت؟ هلا والله. شو جبتينا؟ شو الاكل رح تعملي لنا اياه؟ لاني فجأة هيك حملتي حالك وطلعتي. اكل بنية تركية. حركاتك. رمضان خلص وصرنا ما نطبخ. انا هلا ما خصني بالمطبخ ابدا. ما حد شوفيني، مو هذا اللي بدك اياه انت؟ انت هذا اللي بدك اياه. ما بدك تدخل يعني؟ لا خلص. انتهت مهمتي. مهمتي رمضانية. قطايف كمان بالفريزر، شو رايك نقليها؟ حاج والله قتلتيني بالقطايف، اقسم بربي صرت خلص يعني لازم صرت قطيفاية. شو بدي اعمل فيهم؟ هدول لازم نشيلهم نحطهم مكان ثاني. ليش هيك منزع وشه؟ هيك لازم ينباع. كياتا هي لازم تنباع. عم بطبخ حالها يا حبيبي. شيليها شيليها كمان. بخت وشها بخت وشها. نو يا بابا هذا مو عطر. هي فكرت عطر. سوري بعد شو؟ سوري. يا حرام شاد باليوم بتسرح لها شعرها 100,000 مرة. ودائما منكوش هيك. ليش انت هيك منكوشة يا بابا؟ شعرك هيك كيرلي. ليش هيك؟ بيبي خليني اعمل له شعره. عم بتجاكرني. عم تحركها. عم بقول له انه لا تستعي هذول. عم بتجاكرني. يلا. على فكره هيك من دون ما تضبطي له شعراتها احلى. الله. الله ميرا. ما بنمسك. ما بنمسك ما هيك؟ مثل المنفوش. قصير. هو طويل مو قصير حبيبي. هو طويل بس يعني لما بتتحمم شعره تقريبا تقريبا مسك. ما بنمسك ما هيك؟ مثل المنفوش. قصير. هو طويل مو قصير حبيبي. هو طويل بس يعني لما بتتحمم شعره تقريبا 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 لنص ظهره تقريبا. بس هيك مو ملفلف. هذاك عصي بالدرج. الله يا ميرا شوفي شو طلعتي حلوه هيك. اوكي
This one هاي كمان يلا جيبيها جيبيها أيوة حطيها هون يلا روحي أعطيهن لماما روحي أعطيهن ماما أعطيهن لماما ماما قولي ماما جهت عزمتنا على كبة تركية أوكي لبما تسير كبة تركية رح تعلمنا ألف وتقتلنا وتبعتنا على سوبر ماركت 100,000 مرة مع أنه هي هلأ أجت من السوبر ماركت شو طلعت نسيانة؟ لبن طيب شو دخل اللبن بالكبة؟ ما دخل هي لآدم هاي ما دخل نبني إلى علاقة بالأكلة لا آدم اللي بيحبه اللبن فما في عنا ونسيت الرجل تعملي كبة بتعملي كبة أوريدي هاي شو دخل بالكبة؟ هاي الأميرة كله كبة عندك خلاص ما بعرف أنا حاسك عم تشتغلي 100 شغلة مع بعض فمشان هيك